الحقيقة أنه يعني علم الشريعة عموما يحتاج إلى أدوات يسمونها علوم الآلة، وأهم علوم الآلة احتياجا لطالب الشريعة هو علوم العربية. لذلك اهتم سلفنا الصالحون بتعليم أولادهم اللغة العربية نحوا وصرفا وبيانا وبديعا وغيرها من العلوم، وبرز عدد من العلماء المتمرسين في هذا الفن في حضرموت وفي غير حضرموت من السادة العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في هذا اليوم المبارك جاءنا ضيف كريم من بلاد حضرموت ومن مدينة التريم الغناء، وهو السيد بروفيسور الحبيب عبد الله بن عوض بن سمين إلى مكتب رابطة علوية، وحضر عندنا في قناة النبوي. أهلا وسهلا ومرحبا بمجيئكم في هذا المكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كيف حالكم يا بروفيسور؟ الحمد لله في أحسن حال والله الحمد، ونشكركم على الاستضافة في التلفزيون النبوي في هذه البلاد المباركة بلد اندونيسيا. الحمد لله. يعني هذا بالنسبة لكم أول زيارة، أو ممكن زيارة ثانية أو ثالثة؟ هذه أول زيارة رسمية تبع جامعة الحقا، وأول زيارة خاصة بالحقيقة. نسأل الله تعالى إن شاء الله تتكرر في المرات. آمين. أيوة. وكيف رأيتم اندونيسيا خلال زيارتكم في اندونيسيا؟ اندونيسيا بلد الخير، بلد كل شيء فيها جميل، كثرة المعاهد والمدارس سيثلج الصدر. نسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه. آمين آمين آمين. تكرمتم. نريد أن نسألكم، يعني ما هو غرضكم في هذه الزيارة؟ هل هذه زيارة العمل، يعني لأنكم كعميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأحقاف، أو شخصي، زيارة شخصية؟ في الحقيقة هي زيارة رسمية لتلمس الوضع العلمي في هذه البلاد، وتلمس أوضاع الخريجين من كلية الشريعة والقانون جامعة الأحقاف، باعتباري أشغل وظيفتين مهمتين في الكلية، كوني عميدا لها وكوني مديرا إداريا، فأحتاج أن أتعرف على وضع الاجتماعي والثقافي والعلمي للناشئة وللطلاب في هذه البلاد، حتى نستطيع في الكلية أن نفهم وندرك بوعي مسألة المناهج والأمور التي تقتضيها الحاجة الجديدة والمتغيرة دائما في مواكبة التغيير وتغيير المجتمعات الإسلامية بالخصوص. جزاكم الله خير. ممكن تعرفون لنا عن جامعة الأحقاف، يعني بالاختصار؟ يعني جامعة الأحقاف هي جامعة أهلية خيرية أنشئت سنة 1994-1995، أنشئت في البداية بكليتين، كلية الشريعة في تريم وكلية الاقتصاد في سيئون، ثم تحولت كلية الاقتصاد إلى عاصمة محافظة حضرموت المكلا، والآن صار في الجامعة عدد من الكليات من ضمنها كلية الشريعة والقانون وكلية الاقتصاد والتجارة هذه يسمونها، وكلية الحاسوب وكلية البنات وكلية العلوم الإسلامية والآداب وغير ذلك، وإن شاء الله تنوي فتح كليات أخرى. بالنسبة للتسجيل، يعني التسجيل بالنسبة للإندونيسيين كيف يكون، يعني إجراءات التسجيل؟ تسجيل الطلاب هناك شروط تعلن كل سنة للملتحقين بالكلية، أهمها مسألة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية المعتمدة أو ما يعادلها من الشهادة، وهناك مكتب رئيسي في إندونيسيا في مدينة شوربون، ومديره هو حضرتكم الحبيب الدكتور حسن بن حسين الجفري، وأن التسجيل لابد أن يكون عن طريق هذا المكتب. هذا بالنسبة للطالبات وللطلاب كذلك، سواء كان في كلية الشريعة أو كلية البنات أو كلية العلوم الإسلامية أو غيرها. جزاكم الله خير. نسألكم عن تخصصكم يعني في الدراسة. يعني
أنا تخصصي لغة عربية، أخذت البكالوريوس من جامعة عدن، وأخذت الماجستير من جامعة بغداد كلية الآداب، ثم بقية الدراسة في جامعة الأحقاف. يعني نريد أن أسألكم يعني أهمية اللغة العربية وعلم النحو يعني عند السادة البعلوي يعني بالنسبة للجيل أجيال القادمة. الحقيقة أنه يعني علم الشريعة عموما يحتاج إلى أدوات يسمونها علوم الآلة، وأهم علوم الآلة احتياجا لطالب الشريعة هو علوم العربية. لذلك اهتم سلفنا الصالحون بتعليم أولادهم اللغة العربية نحوا وصرفا وبيانا وبديعا وغيرها من العلوم، وبرز عدد من العلماء المتمرسين في هذا الفن في حضرموت وفي غير حضرموت من السادة العلويين. ما شاء الله، جزاكم الله خير. ما هو نظركم عن تطور علم النحو في العصر الحاضر؟ من تمام السؤال السابق وهو أهمية علم العربية، أنه لا يستطيع الشخص أن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في تفسير النصوص فقهية أو منطقية أو أي علم من العلوم إلا بمعرفة اللغة. فاللغة هي الوسيلة التي يعرف بها، وبالتالي أهمية اللغة العربية للأجيال القادمة مهمة جدا. أولا لأنها لغة القرآن، والإنسان لابد أن يرتبط بالقرآن، ولا يستطيع أي إنسان فهم القرآن إلا بلغته. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن بلغة عربية مبينة، بمعنى أنها هي اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم، وينبغي المحافظة عليها حتى نفهم الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لغته اللغة العربية، وهو أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ممكن نكتفي هذه الجلسة ونطلب منكم توجيهات لنا بخصوص يعني شباب العلويين ما يتعلق بعلم اللغة وبغيرها. بالنسبة هم الصفوة في الحقيقة، العلويون السادة عموما الأشراف هم الصفوة، والعلويون لهم اهتمام واسع بالتربية وبالعملي بعلمي وبالعملي، فينبغي للأجيال المنتسبة بالذات للعلويين قراءة سير سلفهم والاهتمام بها والتعلق بهم، وأنهم لا ينجرون وراء دعوات تظهر هنا أو هنا تضر علاقتهم بسلفهم. فنحتاج إلى عودة الأجيال للنظر في أهلهم، في سيرهم، في الاهتمام بها، في الاقتداء بهم، لأن الاقتداء بهم هو اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كما تعلمون هم الأساس في نشر الدين في هذه البلاد المباركة وغيرها من بلاد في الهند وفي إفريقيا، كانوا هم رعاة نشر الإسلام في هذه البلاد. فالأجيال يجب أن تفهم هذا، وأن لا يضرها من حاول من ينتقد الأنساب أو يقل من يعني يقدح في النسب. هذا إنما هو جاء من شخص حاقد مغرض ليس معه شيء يريد أن يشتغل عنه، فهذا لا يثنينا عن اهتمام بمن بسلفنا وبالاقتداء بهم. قال: كان أطيحي صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، فإن الوعل لو حاول أن ينطح الجبل بقرونه لا يستطيع، ستتكسر القرون لكن سيبقى الجبل شامخا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا من أسلافنا، آمين، وأن يسير بنا في مسيرتهم، ويجعل ديدننا دائما التواضع والعلم والمحبة لله ولرسوله والحب للخير للمسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونشكركم مرة أخرى على الاستضافة هذه، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويجعل هذه الرابطة تتوسع جهودها أكثر وأكثر، ولا سيما العلمية والمعرفية،
فوالله يبارك في جهود الجميع ويجزاكم الله خير والعفو منكم. جزاكم الله خير على هذه الفرصة الثمينة، يعني خلال زيارتكم القصيرة في هذا البلاد. حياكم الله، نسأل الله تعالى خير. أن يتقبل منا جميعا. آمين آمين. شكرا لكم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.